احنا دلوقتي في الدرنجات، تبع الدرنجات ارض رمليه، يعني انا لو جيت اتكلم معاكم عن المكان هنا وعن الزراعه هنقول ده شيء مستحيل. انت بتتكلم على ارض رمليه، بتتكلم على ارتفاع نسبه الملوحه في المياه وفي التربه. لكن انا جيت شفته النهارده، شفت اشجار موالح، شفت البتنجان، شفت اشجار رمان، شفت تنوع محصولي كبير جدا في المكان ده. طبعا انا بشكرك في البدايه على المجهود ده يا حاج. اسمك ايه؟ سعيد فؤاد شرارة. احنا فين دلوقتي يا حاج بالظبط؟ انت حاليا دلوقتي في ارض في البستان تبع الدرنجات. ايوه. المنطقه دي اسمها حوض ابناء الدرنجات. حوض ابناء الدرنجات. بالك قد ايه هنا؟ بقالنا 26 سنه. اول ما جيت هنا كانت المايه شكلها ايه؟ الارض كانت جديده. ايوه. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ الارض الجديده الارض بتغير بقى، بتبدا يجي لها ملوحه وبتاع وبعدين عشان كمان الماسوره مثلا شغاله والمايه دي شغاله من 20 سنه فبتغير. يعني البير ميته ملحت؟ بتغير رفعت معاك الملوحه. ما عملتش تحليل للملوحه؟ لا عملنا تحليل. طلعت كام عندك؟ طب والله تقريبا يعني 800 حاجه كده يعني. 800 جزء في المليون. طب وبالنسبه للزراعه 800 جزء يعني مشكله ولا ممكن تزرع؟ للموالح مش مشكله، بس بالنسبه للخضار مشكله. بالنسبه للخضار مشكله، مع انك زارع خضار هنا. معلش، ما احنا مركبين فلاتر بقى. بقالك قد ايه مركب جهاز دلتا ووتر؟ تقريبا السنه دي. السنه دي يعني من كام شهر تقريبا؟ 6 شهور تقريبا. واخباره ايه بقى في خلال الفتره دي؟ المايه مغيره، المايه مغيره الاحسن. انت بتعرف منين ان اذا كانت المايه مغيره؟ يعني بيبان على ايه بقى؟ شكل زراعه. يعني شكل زراعه. وبعدين حتى بالنسبه للموالح بالنسبه لشجره الموالح، المايه المالحه بتخلي يبقى فيها نواشف، تنشف معاك، تنشف في افرعها. في 6 شهور دول حصل فرق؟ لا لا، بس في تحسن طبعا، النواشف بقت تجيل والزراعه بقت تتحسن. البتنجان اخباره ايه معاك هنا؟ لا زراعه كويسه، بس طبعا دي زراعه بدريه عمرها الانتاج يعني كويس انها كده. يعني زراعه صيف، زراعه صيفي رايح عليها. زراعه هي اللي بنسويها العلوه النيلي. الصيفيه بسموها صيفي عندنا هنا. وبالنسبه لاشجار الموالح عملت ايه بعد تركيب الجهاز؟ الموالح كويسه، في تقدم، وفيه بالنسبه للشجره متحسنه للاحسن، وابتدت النواشف تروح منها، ما عادش في نواشف زي الاول. انت زارع ايه هنا بالظبط؟ يعني ايه المحصول؟ عندنا كلها موالح وبنزرع خضار بسيط، ارضي كلها برتقال سفندي، ومعظمها برتقال صيفي، في سفندي صيني، في سفندي موركيت، في رمان بس نشاوي لسه صغير واخد بالك، لكن الاغلبيه هنا عند صيفي. مكان فدان؟ والله في ال 40 فدان. ربنا يا رب يبارك لك. يعني اللي انا عايز اوصل له ان انا 40 فدان، نسبه الملوحه ارتفعت معايا، بقى عندي مشاكل في الزراعه. بدل ما اتوقف، لا، ابتديت ادور على العلم، ركبت اجهزه دلتا ووتر، جابت معايا نتيجه، فابتديت ادخل الخضار. يعني مع ان في بدايه كلامك بتقول الخضار اكتر حاجه بتتاثر معانا بالنسبه للملوحه، لكن اتشجعت وزرعت خضار بعد ما ركبت الجهاز. بعد ما ركبت الجهاز. رايك ايه؟ تقول ايه الفلاحين النهارده بعد ما انت ركبت جهاز دلتا ووتر؟ والله احنا بننصح، وانا واخواتي كلنا مركبين الجهاز من زمان، اخواتي مركبين من زمان، وركبت السنه دي بعدهم، وفي تقدم في الزراعه. بننصح بايه؟ بينسحب استعمال الجهاز دي. جاب نتيجة معاك يعني؟ جاب نتيجة.